أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قام الإمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية ثم نبه على ذلك لكنه ما رجع، هل يعتد المسبوق بتلك الركعة الخامسة عند قضاء ما فاته أم لا؟ لا يعتد المسبوق للركعة الزائدة التي يعلم أنها زائدة، لأنها غير صحيحة، لأنها ركعة غير صحيحة فلا يعتد بها.